عادة في الحلويات الرمضانية بنبقى عاملين كاسترد أو حشوة، وكمان بيبقى عندنا زبادي، لأن كتير بناكل زبادي وخصوصا في السحور. لو عندنا الكاسترد والزبادي ممكن بطريقة توفيق وتبديل، ممكن لو حابين عندنا أي نوع فاكهة، أي نوع من المكسرات مش كده وبس، لو أي نوع كمان من السيريال اللي احنا ما بناكلوش متعودين إن احنا ناكله في رمضان زي الكورن فليكس أو أي نوع من الأنواع ديت. ايه اللي بنعمله؟ ممكن اجيب الزبادي واحط عليه عين جمل او مكسرات واخليه للاخر، يبقى مجهزه في الثلاجه، واول ما اقوم احط كميه كبيره من المكسرات او احط كميه كبيره من السيريال عليه، يبقى هو مقرمش وفي نفس الوقت بيرفع القيمه الغذائيه. نفس الشيء بالنسبه للكاسترد، ممكن اجيب الكيك اللي هو الملفوف الجاهز ومحشي، بيبقى عندك قطعه الكيك، بقطع الكيك واحطه مع الكاسترد او كميه من الفاكهه الطازه اذا كانت طازه او فاكهه الفواكه اللي احنا متعودين عليها زي اليميش. كل ديت افكار سهله وسريعه، واسهل حاجه منهم اللي هو الزبادي ومعاه العسل. لو حبيتوا جربوا الزبادي بدل الكاسترد والكاسترد بدل الزبادي، يبقى عندكم بالتوفيق والتبديل كذا نوع من حاجتين بس.